بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. نرجع للآية اللي كنا بصددها. يقول مولانا: وبدا في آخر سورة الجث يلا الجنود، وبدا لهم سيئات ما عملوا. ما عاش مشك، هاوش قدمت، هاو قدامك الجزاء الأوفى. فهمت؟ وما ربك بظلام للعبيد، افهمها. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآن تظلمون أنفسكم وتحسبون أن لا موت بعده بعث. لا، البعث لابد منه. وذكر ربنا البعث لا شك في وقوعه، لكن بما أنه سيطر عليكم إبليس، ما تنظروا إلا اللي ملسكم عليه إبليس. ما أنا كما تقول استولى عليكم وقال في شأن سبيل الحق: هذا سبيل الحق، وهو لا غير سبيل الحق، سبيل الباطل. الشيطان لا يدافع عن حق، لكن يستعمل مفهوم الحق ليغريكم ويزبلعكم، يقول عداها عليكم. إذا أنتم يا معشر من تدعون الإسلام بباطل، أنتم تحت قبضة إبليس اللعين. اللي كنتم لو كنتم عندكم شوية من العقل لاتخذتموه عدوا، كما قال ربنا: وعدوا لا شك بعداوته، عدو مبين، يعني بصراحة. لكن انت ما تفهمش اللي هو جريء، وكما تقول انت متهور، وقت اللي يفسد فيك ما يعرفش اللي قال يثقب الميزان يوم القيامة ويوم الخسران. لكن انت معاه ماشي، وبئسة الصحبة، هو مفخت بيك ولا ريحته بيك. مقسم لذاك هو ينقو، والله أعلم الحب هذا الهواء انفخ فيك فانتفخت، ولم يجري بخليلك أنك ستكون من المتبخين في عذاب المقيم في جحيم لا يمكن الاستقرار فيها، ولا يمكن التبسم فيها، ولا تكون إلا غياب الراحة. ويأتيكم الموت من كل مكان وما أنتم بميتين. فطنوا قبل ما يفوتكم وتصبحوا خاسرين مع إبليس اللعين. إذا كنتم معاه فأنتم ملعونون ويائسون من رحمة الرحمن. القتل اللي حط عليه القول ادخل السجن ذي العظيمة الرهيبة تسلوا بما ولا أمل في الخروج منها أبدا. وكلما حاولت الخروج منها، هذا ما إبليس يخدم غادي يخدم فيكم. أنا ما عادش عنده علينا حتى سلطان، يقول لك برا حاول أنت اخرج من السجن هذيا، وعندك الحيل البشرية ويطلع الحيل الإبليسية. وكل ما تتم ربي أعطاه للملائكة 19 عليهم سلام الله، يعني منظرهم مرعب وحجمهم كبير جدا، يخفق من ناصيتك الكاذبة المخطئة ومن قدميك الآثمتين، ويرد من جديد أمام مشترك ترجع لبلاصتك. كما السجن الدنيوي اللي يحاول يعنقص ويحب يقاوم النظام السجون، يحاول الهروب، حط في باله حتى اللي ملائكة ترجعوا إلى حتى أخرى عذابه أشد وأنكى. ما ظهر لي فاهم، لكن إحنا علينا التبليغ وعليك بذل الجهد لكي تفهم. ما إن فهمته لأصبح معينا لك من تحرر من قبض الشيطان اللعين. والسلام على المؤمنين والمسلمين والمحسنين بالتمام من رب العالمين.